شنك اليوم بالطبلية؟ الحمد لله، أول مرة كندخل غرفة العمليات اللي هو المطبخ، وكنولي شاف بين قوسين بكل حروف صغيرة. عندك شي دراية بالطبخ؟ نهائيا، يعني ما نكتبش عليكم، عندي دراية بالتذوق. طبخش حتى في المنزل؟ لا، كنعول على الزوجة ديالي الله يجزاها بخير. ولكن لبست جلباب الشيف سي محمد، وحاولت أن أتقمص شخصه طبعا بشكل عبثي وخرافي، ولكن الجميل أنه دخلني واحد العالم جميل ونبيل، ويعني موجه للإنسانية والمواطن المغربي اللي هو عالم هاد الأطفال اللي ما كنعطيهمش حقهم كما ينبغي. فهذه عملية محمود عليها السي الشيف سيمو، بالإضافة للجمعية اللي مكلفة بهاد الأطفال. وأنا سعيد باش نكون في هذا المطبخ ديال الحياة، ماشي مطبخ ديال الأكل والشرب والطعام، ولكن مطبخ في الحياة اللي هو محك واختبار لمدى عمق إنسانيتنا وإحساسنا بالآخر. شفت واحد الولد عطاك واحد لوكوموند، شناهي؟ ما بغاتش ياكل بنت، وقيلة بنت ما بغاتش هذيك الغداء حتى تشوف حلوة ديال لاكخيم. واش كان الرد ديالك؟ نعطيوها حلوة لاكخيم تشوفها وهي كتاكل باش تبقى على خاطرها. يبغي عاد الزبون ملك، خصنا نرضيوه. صراحة وجود الإنسان ما بين هاد الشريحة ديال المجتمع وهاد الوليدات، كيفاش كتحس؟ وتنحسوا بواحد الصفعة في الجبين ديال الإنسان، أنه كينسى راسو وكيعتبر نفسه هو مركز الكون، فيما إحنا لا شيء في هذا الكون، بل يكون الإنسان اللي هو بين قوسين معاق أو ناقص بين قوسين يكون أكمل من الإنسان الذي يسمى بين قوسين عادي. فهذه يعني رؤية ديال الدوات ديالنا في المرآة، شكون إحنا في الحقيقة. بالعكس، هادو ناس بسطاء في التفكير ديالهم، ملتزمين، عندهم واحد السلوك، والدول العظمى المتقدمة خلقات منهم مخترعين، وخلقات منهم ناس مواطنين إنسانيين اللي ساهموا في التنمية الإنسانية ككل، في التطور البشري وتطور العقل الإنساني. ومجموعة من الأشياء اللي كنستافدوا منها في حياتنا هي من صنع هاد الأطفال ديال التوحد. فيعني هذه مبادرة ديال العودة إلى الذات ومكامن الذات أو اكتناه الدوات ديالنا. عتيق بن شيقر، الجمهور ملي كيشوفك كتقدم لنا برامج فنيه، اليوم غادي كيشوفك لابس اللباس ديال المطبخ، شنو غادي نقولوا لي؟ انا يقولوا لي بغاو يحكموا عليك كما بغاو، ولكن انا حكمت على نفسي بانني احس بنفسي اكثر اكتمالا في هذا الاستوديو ديال الحياه، من الاستوديو الاضواء الكاشفه الاصطناعيه بين قوسين، طبعا بعمق انساني. تنحس بان هذا مطبخ ديال الحياه اللي كيخلينا نكتنهوا نفسنا ونعرفوا فين غاديين، ونزعزعوا شويه، خصنا نزعزعوا. سي عتيق، ملي كتهضر معايا دابا عرفتي كترجعني للوراء، وكنشوف السي عتيق وانا كنتفرج فيه غير التلفازه. واش عارف المغاربه شحال كيبغيوك سي عتيق؟ الحمد لله، والله العظيم انا مدين وانحني انحناء التقدير وعرفان واعتراف لكل المغاربه اللي كيثنيوا عليا، واللي كيعطوني واحد الاحساس ديال الطاقه كبير. كنحس براسي سعيد رغم ما هو رائج. الحمد لله، والله العظيم فضلهم، فضل الله اولا، فضل الاخوان والاخوات، الله يجزيكم بخير. واخص بالذكر مغاربه العالم اللي ابانوا على واحد العلو ديال الكعب ديالهم جنبا الى جنب مع المواطنين ديال الداخل، فنحن في بحبوحه الحمد لله، والله في خير نعم الحمد لله. والله العظيم تحس بالانسان كيهتم بيك وكيبغيك، يعني لواحد الدرجه ما تصورش كيكون شعور ديال عمر البرد ما يجيك وانت مغطي بمحبه الناس، عمر السهر ما يجيك وانت مدفي ومبرد بمحبة الناس. كاين واحد ثنائية متقابلة ما بين الثقافة الفرنكوفونية والعربية، حنا تنقولوا يثلج الصدر، لأن تنعيشوا في أجواء دائما ساخنة، والفرنساويين تيقولوا صافي شو أو كور، فهما كيقلبوا على السخونية وحنا كنقلبوا على البرودية. ولكن في المتلقي المغربي والمواطن المغربي كنقلبوا عليهم بجوج، حنا مدفين ومبردين الحمد لله، حنا في بحبوها، اللهم لك الحمد. عتيق، تجربتك كبيره في الاذاعه والتلفزه المغربيه، شنو رايك في البرامج اللي كتبت اليوم؟ وهذا تيخصها جلسه، عشان نقول لك هو النزول سهل، ولكن الصعود من بعد النزول يستحيل، يبدو مستحيلا. يعني لا اخفيك سرا، اشتغلت هذا العبد الضعيف، اشتغلت لسنوات، لعشرات السنين في قنوات مختلفه، من الاولى الى الثانيه او واحد، الى ابو ظبي، الى الثانيه جوج، دابا الثانية خمسة ولا ما عرفت. يعني اشتغلنا باش نبنيو واحد الرؤية، إضافة للزملاء ديالي، واحد الرؤية
للمستقبل، ولكن باش تمحيها راه سهله في دقيقه تمحيها. الان اعاده التشكيل وهيكله المخيال والوجدان المغربي، وجداننا كيمشي يتلاشى يتساقط، وجداننا ماشي غير فقط في الرواد اللي بناو وعطاو، لا في المعيش اليومي كله، والمشهد السمعي البصري جزء من المسؤول على هذا المعيش، ولينا كنتقمصوا ثقافه اخرى زائله وناقصه. احنا عندنا ثقافه يا اخي، عندنا جدود خدموا في التراث الشفوي المكتوب، الهازيج الازوجي الى غير ذلك، كل شيء غنحطوا، التاريخ بنوا التاريخ، التاريخ ديالنا قديم، احنا راه امه، وفي الاخر نتبعوا الغمه. اسمحوا لي، كاينه غمه، نحن في غمه، نرجعوا لثقافه الامه، نحن مواطنين مغاربه، عندنا عزه وعندنا علو، ما نزلوش، حنا نازلين دابا راه في القعر. السلام عليكم. نقدروا نشوفوا سي عتيق في شي برنامج اخر؟ فين؟ في التلفزيون. وان شاء الله ان شاء الله من لا نلعن المستقبل، بالعكس نتمنى على الله، انا مستعد يعني كل الاستعداد، ما كرهتش. كون فني ولا تبدا التلفزه، لا هي ما هي الا وسيله، ما هي الا مطيه باش توصل للمشاهد. فايا كان المنبر، انا بغيت نوصل للمشاهد. لو كانت عندي امكانيات تكون خلق شي قناه يوتيوب ولا قناه تواصليه اعلاميه بحال الهيبه بريس ولا هس بريس ولا غيرها، كون فهمتي. المشاهد مازال باقي باغي يشوف عتيق بن شيكر، ومازال عتيق بن شيكر باغي يعطي. انا باغي نعطي، انا عطشان والله، لا عطشان عطشان، واحد العطش كبير للعمل، ولكن اقاوم حتى ابقى واقفا كالشجره. ستبقى ان شاء الله. والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى. الله يجازيك بخير، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.